عايز اقف عند حاله البينالتي، لان الجميع كله بيتكلم على البينالتي. انا شفت الكابتن سيد عبد الحفيظ ما بيتكلمش على البينالتي وبس، بيتكلم على كارت احمر. يعني انا نقاشي معاه مش ان هو مش هيحسبها، انا متاكد ان هو خلاص لما هيروح هيشوفها. يعني لما راح للفار انا متاكد خلاص ان هو هيحسبها بينالتي، ده ما فيهاش شك وما فيهاش نقاش، لان صوره هتكذب فيها ازاي يعني. لكن القانون بقى ساعتها هو ده الاهم بالنسبه لي. يعني النقطه الاولى بقت عندي خلاص، انا متاكد ان انا خدت رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه لي هيديني افضليه ثانيه هو يتنفذ القانون، يعني ان يتنفذ القانون ان هي حاله الطرد اللي هي باينه جدا وواضحه جدا، يعني لان ده واحد رايح للجون بشكل مباشر، الدفع كمان من الجزء العلوي يعني، فكل دي في القانون تديك كارت احمر على طول يعني.